شوف يا فيفي، احسن حاجه في الدنيا ان الواحد يصلي الفجر حاضر وبعدين ينام. انت انسانه جميله وروحك شفافه وطيبه، عشان كده كل الناس بيحبوك. تاكدي الناس بيحبوا الطيبين اللي ربنا بيحبهم. يا سعد، ايه يا كلام؟ في واحده مستنيه حضرتك بره. واحده مين دي؟ فيفي اهلا وسهلا، اتفضلي. انت فين يا عبد؟ تحب تشربي ايه؟ ايوه خدني بقى في دوكا. وحشاني قوي، بقالك يومين ما سالتش. يعني احب اسال وانا رايق، وانت عارفه زنقت شغل. ولا مراتك مقفله عليك؟ مراتي ست في حالها. كنتش اعرف انك ملاوع. اعوذ بالله، ما تقوليش كده، انا طول عمري راجل دغري. بس انا اتخدعت فيك. تبقي فهمتيني غلط. انا تعبانه يا عبدو. مالك في الشر؟ طول الليل سهرانه بفكر فيك. ما عملتيش اللي انا قلتلك عليه؟ اللي هو ايه؟ تصلي الفجر قبل ما تنام. بقول لك بحب الحال من بعض. امال ايه اللي منعك؟ عهدت مراتي اني ما اعرفش غيرها. امال اللي عرفتيني؟ عشان حسيت انك محتاجه لي، وقلت لازم اخليها تحس بالحب الحقيقي، الحب اللي يفضل مع الانسان لحد ما يموت. لو بتحبيني بجد اعملي اللي بقولك عليه. بموت فيه. انت لسه قاعده؟ دول طلبوكي في الشغل، بيستعجلوكي. يتفرقوا، مش هروح. اقول لهم ايه؟ قولي لهم مش هشتغل. مالك يا حبيبتي، انت اتخانقتي معهم؟ زعلوكي يعني؟ مالك يا حبيبتي، انت عيانه؟ الله يهديكي يا حبيبتي، الله يهديكي. شوفي يا فيفي، احسن حاجه في الدنيا ان الواحد يصلي الفجر حاضر وبعدين ينام. انت انسانه جميله وروحك شفافه وطيبه، عشان كده كل الناس بيحبوك. تاكدي الناس بيحبوا الطيبين اللي ربنا بيحبهم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز الرحيم لتنذر قوما أبواهم فهم غافلون صدق الله العظيم يا رب الرحيمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم. لو بتحبيني بجد اعملي اللي بقولك عليه. ايه
يا رب. بهية بهية اصحي. الو. ايوه يا عبدو. لا ما تخافش انا صاحيه، هقوم اتوضى واصلي. ربنا يفتح عليكي ويتقبل منك. مع السلامه. اخرتها ايه يا عبدو؟ انت كده مش مراعي مشاعري خالص. ايه خير في ايه يا حبيبتي؟ احنا مش خلصنا بقى من الموضوع ده. موضوع ايه؟ يو موضوع سيف والرقاصة. ما خلاص ما بقتش رقاصة. يعني ايه؟ لا حكاية احكيها لك بعدين. انا بس خايفة من كلام الناس. شوف يا بهي، زمان ابويا الله يرحمه وقفت في طريقه واحدة ألعن من فيفي. فضل يحاول معاها واحدة واحدة لحد ما هداها لطريق الإيمان. لو كان عمل حساب لكلام الناس مش كان ساب الشيطان ينتصر عليه؟ قصدك يعني انها تابت على ايديك؟ استغفر الله ما تقوليش كده. تابت على ايديها ده ايه؟ انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. يلا يلا نتوضى عشان نصلي الفجر.